السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان، كنرحب بكم مجددا في قناتي اللي كنتمنى أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبة للتلاميذ والتلميذات غادي يلقاو الفروض والدروس وكذلك الامتحانات الإشهادية في القناة، مرحبا بكم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب العاشر من سورة النساء القرآن الكريم، مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب العاشر من سورة النساء من القرآن الكريم. أتمنى أن تكون قراءتي استحسنت مسامعكم. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اليوم العاشر من رمضان يوم مبارك وصيام مقبول إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.